ما بقيتش قدرت نديهم حتى للسبيطار، كيجي ملا كريز في الليل ما كنصيبش اللي يساعدني حتى اللي يجيبهم ليا. كان تنجيب لامبيلونس كيقول لي خلصي 3000 ريال، خاصني باش غنخلص، خاصني باش غادي نشري لهم الدواء. السلام عليكم، انا خدوج كنسكن بدوار هالدرع اقليم اسفي، عندي جوج وليدات معوقين كرفصه معاهم، انا مريضه عندي الروماتيز ما بقيتش قدرت نهزهم، باهم عاطل على العمل. الله يجازيكم بخير الا قدرتوا تساعدوني، محسنين الا قدرتوا تساعدوني، الله يرحم الوالدين. دخلهم الجمعيه ما كنستافد منها، ما استفدت حتى حاجه، ما لقيت حتى شي اللي يساعدني على هاد الوليدات. كيجي ملا كريز كنبغي نديهم ما كنلقى باش نديهم، لامبيلونس كنجيب لامبيلونس كيقول لي خلصي 3000 ولا 4000، وانا بعيده ومكرفصه معاهم، وخاصهم ليا الدواء وخاصهم ليا الحفاضات، خاصهم ليا وانا بعيده، جيت في واحد البلاصه ما بغيتكم تساعدوني. الله يرحم الوالدين، لا كانوا شي محسنين يساعدوني على هاد الوليدات. باهم عاطل على العمل، ما خدام شاي، ما بقيتش قدرت نديهم حتى للسبيطار، كيجي ملا كريز في الليل ما كنصيبش حتى اللي يساعدني حتى اللي يجيبهم ليا. كان تنجيب لامبيلونس كيقول لي خلصي 3000 ريال، خاصني باش غنخلص، خاصني باش غادي نشري لهم الدواء. السبيطار بعيد، انا وليت مريضه ما لقيتش اللي يساعدني. انا سجلتهم في جمعيه ما كتساعدني، ما والو، ما كاين والو. هلا كانوا شي محسنين، الله يرحم لكم الوالدين، قدروا يساعدوني على هاد الوليدات وكبروا. ما بقيتش قدرت، انا صافي مريضه ما بقيتش قدرت، ما باهم عاطل على العمل، ما خدام شاي في الباديه، ما كاين شاي، باهم ما خدام، عاطل على العمل. ما انا مريضه عندي الروماتيز وكنخافوا ما يخرجوا وما يتلرجعوش، خصني لي بغيت لي يساعدني. الله يرحم الوالدين، كنطلب من المحسنين الا قدرتوا تساعدوني وتشوفوا هاد الوليدات راهم في واحد الحاله لا يرثى لها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.